أهلا ومرحبا بكم في مسك الختام. السلام الملكي. حفلنا المقام احتفاء بانتهاء أعمال موسم الحج لعام 1445 هجرية. حياكم الله ورحب بكم في لقائنا السنوي ختامه مسك، والذي أهنئكم به جميعا بنجاح موسم حج هذا العام، ونحمد الله أن يسر الحجاج أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان. يسرنا أن نعلن هذا اليوم عن تسليم وثيقة الترتيبات الأولية والبرنامج الزمنية لموسم حج عام 1446 هجرية. وخلال هذه الرحلة مررنا بعدة مراحل وبعدة تطورات، سعينا من خلالها إلى مواكبة التطورات التقنية في مجال الحج.